كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة. في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم قام مالكه ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستودع دقيق بلدي بالجيزة وقنا وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط قرابة 195 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية، وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية، كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقليوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية.